زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة الحوارية الساخنة. ضيفنا اليوم واحد من أشهر دركي المملكة المغربية، كان ضيفا على موقع بديل سنة 2016، عرف بتصريحاته النارية وبنشاطه الحقوقي الكبير، جرب مرارة السجن، خاض مواجهات من أجل نصرة حقوق الإنسان، واليوم يخوض معركة طاحنة ضد ما يعتبره فسادا. اليوم يخوض معركة طاحنة من أجل إفراج عن 4 شباب مغاربة، ويناشدكم دعم هؤلاء محاكمتهم يوم الاثنين المقبل. كثيرا ما قيل عن المخطط الأخضر، اليوم مع الدركي السابق سعيد الرحوي نقف عند المخطط ليظهر واحدا من مساوئه بحسبه. سي سعيد مرحبا بك. مرحبا بك سي حميد، وشكرا على الاستضافة، وشكرا لموقع بديل اللي دائما لقينا هو السند ديال الحقوقيين والكلمة الحقيقة والصحة لليختكم على البلاد. مرحبا بك سي سعيد، وكنشدو بك الترحاب للمرة الثانية. ما تبدلتيش سي سعيد، باقي هو سي سعيد. وسي سعيد، سي سعيد اليوم بغيناك يعني تكون معنا معطيات كاملة، لأن سي سليمان قيل فيها الكثير. هضر مع ديال الشباب معتقلين دابا. معتقلين دابا، تعتقلوا واحد في المرة الأولى، وتعتقلوا ثلاثة في الفوج الثاني. لأن القارئ دابا ما عندوش معطيات، إلا قدرتي تعطي واحد الصورة مصغرة، شنو واقع؟ هضر على شدوا، شكون شدهم؟ التهم اللي موجهة لهم، في مواجهة من؟ وشنو داروا؟ وشنو هي وسائل الإثبات اللي ضدهم؟ هاد الوليدات بربعة اللي كنعتبرهم أنا ولادي، هادو خرجوا باش يقلبوا على الخدمة في أرضهم اللي كيتعتبروا هما شركاء فيها لأنهم سلاليين. في جات الأرض؟ هاد الأرض جات في سيدي سليمان الغرب، جماعة بومعيز، قرية مزوك الرمل. أيه. اللي دارت فيها هاد الضيعة هادي. هاد الضيعة دارت على أرض اللي كانت تستغل هاد القرية هادي، كانوا كيسرحوا فيها غنمهم بقرهم، تعيشوا منها، منها العواد، منها كل شيء. وإذا بقدرة قادر المسؤول والنائب ديال الجماعة السلالية بدون ما يرجع. لا خليك سي سعيد غير قبل ما تكمل، هذه واجبات المهنة وأخلاقيات المهنة، فسرد للناس يعرفوا، عفاك تجنب الأسماء، لأن كل واحد خصو يكون كان الطرف الآخر بيناتكم، مادام غايب الطرف سرد الناس الواقع يفهموا، ولكن بدون تجريح في حق شي شخص ولا تشهير بشي شخص، ولا لأساسي هو الجمهور أو المتتبعات والمتبعين يفهموا القصة. أنا كنت فهم سي حميد، أنا قلت الصفة دياله كنائب جماعة السلالية. طيب واخا، دوز الأرض بلا ما يرجع للقبيلة، يعني بلا خبرهم، ولكن شنو غادي يكون الإقناع ديالهم؟ غادي تجي واحد الشركة، واحد المستثمر أجنبي اللي هو من أغنياء ديال أوروبا، وغادي يستثمر لكم في هذه الأرض، وغادي تحسن الوضعية المعيشية ديالكم. هادشي علاش خرجوا هاد الوليدات؟ لحقيتاش داكشي طلع كله كذوب في كذوب. واخا، شحال المساحه ديال الارض اللي قال؟ 456 هكتار. انت سي سعيد نمشيو انا وياك سؤال جواب قصير باش المتتبعين يفهمونا. مرحبا. هذه واحد الارض، ارض سلاليه. ارض سلاليه ديال واحد الدوار. ديال الحميد. جا واحد المستثمر اجنبي. واه. كراوا له الارض. كراوا له. شكون اللي كراته له؟ وزاره الفلاحه. وزاره كراها له الوزير الوصي. الوصايه. وزاره الداخليه. الداخليه هي اطارياش. مخطط الاخضر، هذا المشروع داز بقدره قادر في اطار المخطط الاخضر. شنو كان الالتزامات اللي كاين تما؟ كاين العقد، ها العقد ديال الايجار، ها هو هاد الناس هادو ملتزمين باش يزرعوا العنب البري، الرمان، ليتشي، وفاكهه الباسي فلورا، باش ياخذوا هاد الارض 485 هكتار. باش ياخذوا 456. شنو يزرعوا؟ شنو يزرعوا؟ غادي يزرعوا هاد الفواكه هادو اللي كتطلب يد عامله. هما علاش حطوا هاد الفواكه بالضبط؟ باش يقنعوا الوزاره الداخليه بان هاد المشروع راه مدير للربح، وتيطلب يد عامله قويه. داكشي علاش تياخذوا. وما كيستهلكش الماء بزاف. وما كيستهلكش الماء بزاف. وزرعوا هادشي؟ ما زرعوا حتى حاجه منه. نعاودوا هالمتتبعين باش شنو قالوا لهم غيزرعوا؟ شنو هو الفواكه؟ الاتفاق ديال هاد المشروع باش داز في اطار المخطط الاخضر، قالوا غادي يزرعوا العنب البري. زرع دابا العنب البري، دابا كاين العنب. ما زارعينوش الرمان. الرمان مزروع دابا؟ ما مزروعش. واخا. ليتشي 100 هكتار ما مزروعش. ما مزروعش. الاخرى فاكهه الباسي فلورا 100 هكتار ما مزروعش. وشنو مزروع دابا؟ دابا زارعين لافوكا، ومؤخرا زادوا الكاكي. لافوكا والكاكي. لافوكا والكاكي. لافوكا اللي كنسمعوا حنايا بانهم الناس اللي كيعندهم بعلم بالاحتياجات ديال هذه الفاكهه، تيقولوا بانها ثاني
كيقولوا فاكهه مستهلكه بقطره الماء. ثاني فاكهه مستهلكه الماء اللي هي لافوكا، هي اللي ما هي ما عندناش هنا في العقد. اذا تم الاخلال بنود العقد. تم الاخلال بنود العقد وعندهم واحد التغطيه سبحان الله منين جاتهم الله اعلم. طيب شحال ديال قالوا غيوفروا من يد عامله في السلاليين؟ احنا كنقولوا 456 هكتار. خليك من اش قالوا سي حمد نعطيك اللي هو حقيقي فوق الارض. 190 هكتار ضيعه في جنب ديالنا جات مورانا من بعد 3 سنين تتشغل 1400 عامل وعامله يوميا مجاوره لها، مجاوره ملتصقه بها. ليست مجاوره فقط، ملتصقه ما بينهم حتى حاجه. شحال مساحتها؟ 191. 191 هكتار. 191 هكتار. شحال كتخدم؟ تتخدم 1400 يد عامله. وهذا 485 هكتار. 456 هكتار تشغل 70 يد عامله بما فيها الاجنبي اللي جابوه معاهم من شركات التابعين لهم هما الخاصين بهم. جابوهم حتى هما خدموا فضل. باش نوضحوا هذه النقطه سي سعيد، دابا المخطط الاخضر الا بغات الدوله تعطيك داك الدعم وتعاونك قال لهم غنوفروا لكم يد عامله غادي نخدموا هاد الناس هاد وغيديروا واحد النوع ديال الزراعات اللي ما كتستهلكش الماء. اللي ما كتستهلكش الماء. فاذا بهم داروا الزراعه اللي كتستهلك الماء واليد العامله غير شويه. وما داروا كاع داكشي اللي ملتزمين فيه في العقد ما طبقوش شيء. أه؟ اذا شكون يخلب العقد؟ حنا ولا هما؟ فينا هي الوزاره الوصيه اللي غادي توقف على هاد الشيء؟ زيد على ذلك هو انه ما وفوش وباش يدوزو يستافدو من الدعم حنا يقولوا لنا خدينا ولا ما خديناش حنا غنقولوا خداو. علاش؟ شحال تطروش خداو؟ تيقولوا بان تخدات 2 مليار و400 مليون. خداو 2 مليار و400 مليون. شكون خدا هذاك الاجنبي؟ الاجنبي اللي المسير ديال مول الضيعه هذا اللي كيقولوا لنا. ما ياروج ما كاينش حنا. لا واش عندكم شي ادله؟ حنا ما عندناش تاكيد ولكن اللي عندنا تاكيد ديالو اللي ما يقدرين فيه حتى واحد من الصغير للكبير في مدينه سيدي سليمان هو ان هذا المشروع دايز في اطار المخطط الاخضر. يبقى لهم واحد الرد بمعنى راهم باغيين يستافدوا من الفلوس ديال الدعم اللي كيقدموا. المخطط الاخضر شنو هو؟ هو عباره على واحد المشروع اللي كيقدم الدعم للفلاحه، ولكن حنا شنو فهمنا من التلفازه وشنو فهمنا من الاراده ديال صاحب الجلاله؟ هو ان هذا المشروع غادي يمشي للفلاحه الصغار والمتوسطين باش يوقفوهم على رجليهم، باش يحاربوا الهجره القرويه، باش يطلع عندنا المنتوج الفلاحي، واذا به تنجيبوا واحد من اغنياء اوروبا وتنقولوا له من اغنياء اوروبا. من اغنياء اوروبا. شنو كيدير؟ من اغنياء اوروبا تيقولوا له ملك الفواكه بلا الاسم ديالو. ملك الفواكه لو روا دي فري. لو روا دي فري. وجا واستافد من فلوس الدعم. جا واستافد من فلوس الدعم. شنو هي انا ياخذ ولا ما ياخذ شيء؟ واش المشاريع اللي كدوز في اطار المخطط الاخضر واش مخصها لها الدوله دعم او لا ما مخصهاش؟ الا كنت انا ما فاهمش تشرح لي الدوله مادام في المخطط الاخضر الا وغادي يدوز الفلوس الدعم. هاد الناس هادو داروا لهم فلوس الدعم، ولكن الغريب في الامر استاذ الغريب في الامر هو هاد الناس اللي مفروض فيهم يتبعوا فلوس البلاد فين كتمشي ويحافظوا عليها ويحافظوا على ذاك القسم اللي اداه صاحب الجلاله. كيفاش دايرين هاد الناس اللي لحد الان باقيين في نصف المشروع؟ كيفاش نصف المشروع؟ نصف الارض اللي مستغله والنص الاخر خاوي. خاوي ارض عاريه. ارض عاريه. وباش نعطيك الحجه اي مستمع من هنا يدير جوجل ايرث لابليكاسيون جوجل ايرث ويشوف المنطقه ديال مزوك الرمل غادي يلقى في جنب ديالها الضيعه النصف ديالها بخطوط خضراء عباره عن اشجار لافوكا والنصف الاخر فارغ. ولكن هما كياخذوا الدعم على ضوء الزراعات والمنتوج. هما تياخذوا الدعم على اطار التتميم ديال المشروع بالكامل. بالكامل حنا راه عندنا غير نصف المشروع، ولكن منين سمعنا بان جايه شي لجنه تنقولوا اشنو هو التحرك المشبوه اللي كاين في هذه الفيرما؟ واذا به تيجيبوا واحد الباش وتيحددوا الفيرما بداك الباش باش لربما الشخص اللي غادي يدخل اللي غادي يراقب تيبان ليه الباش راه هذاك هو الحد ديالهم. هو ماشي هو هذاك الحد، الحد راه باقى 456 هكتار ما يزيد على 200 هكتار باقى خاويه فرغ. واخا نمشيو لهاد الشباب دابا اللي معتقل، شحال هادي باش تعتقلوا بعدا؟ تعتقلوا دابا عندهم تقريبا الاولاني عنده تقريبا اسبوع. هادي سيمانه باش تشد اول واحد. اول واحد دوز العيد تما. الطلب الوحيد ديالو هو انه في الاحتجاج تنقولوا عاش الملك. تنطالبوا بالعمل.
هذا العقل، هذا الطلب اللي خلات به الشركه، مادام انها اتجهت الاشجار، حيدت لنا اشجار ودارت لنا اشجار، بمعنى ما عندهاش الرؤيه ديال انها تشغل يد العامله. هذه القضيه ديال دابا غير واحد الصوره سي سعيد توضح دابا، حيت المعطيات اللي كاين هو هذيك البلاصه كانوا كيرعاو فيها الماشيه الغنم والبقر ديال دوك الساكنه، تحيدت لهم الارض، تحيدت لهم الارض، كانوا كيعيشوا بديك الكسيبه وديك البركه، الكسيبه ودوك العوام، دونك قال لهم البديل هو غتولي بحال موظف ولا خدام ولا اجير. البديل هو فتم الاخلاء اجير وهذا وغادي. واذا به الى يومنا هذا لم يتم تحقيق ولو ربع المشروع. واخا هاد المتضررين كشباب اللي ما خدموش شنو داروا؟ شنو احتجوا؟ هاد المتضررين اللي كاينين دابا عندنا مسجونين، مشينا بهم مشينا معهم للدائره، عيطوا لي انا كمستشار جامعي باش نوصل عليهم الدائره، تيطالبوا رئيس الدائره باش يوفر لهم فرص الشغل ويحط هاد الشركه هذه باش تلتزم، باش تحترم الالتزامات ديالها. هاد رئيس الدائره رفقه قائد ديال الدائره ديال بومعيز تيقول لي سجل لي هاد الناس هادو بالترتيب وجيب لي لائحه ديالهم، وذلك ما قمت به وسلمت له هاد اللائحه وسنيتو على وصل ديال سنيتو على الوصل ديال التسلم. ها هو قدامكم رئيس الدائره. شنو قال لك؟ هذا رئيس الدائره تيقول لك بناء على التظلم الذي تقدم به ساكن القريه، هذه الوثيقه اللي دفعت له انا، قال لي جيب لي الى السيد رئيس دائره سيدي سليمان، بناء على التظلم الذي تقدم به سكان قريه مزوك الرمل الى السيد رئيس دائره سيدي سليمان، وبعد المشاوره مع مسؤولي الشركه امر راه قاري عرفني، كتبت له هذا الكتاب هذا باش غدا عاوتاني ما يتنصش كيتنصل من الالتزامات ديالو السابقه، وامر بانجاز لائحه مرقمه باسماء الراغبين في العمل والتي تم انجازها بعد اجراء قرعه والمتكونه من الاشخاص اتيت اسماءهم. عنده الغرض بهاد الوليدات هادو، هما دخلوهم للحبس، مادام ان الشركه تقول لك انا هاد الناس هادو ما نخدمهمش عندي في الارض ديالي، والتعنت، وباش تعرف القيمه ديال المواطن. شو التهمه داروا لهم؟ التهمه بالنسبه للعمل ما قدروش، اهانه موظف والاهانه. اي الحل الوحيد الانسب واللي غادي يديروا به الحل اللي هو حنا هذه شهر و10 ايام وحنا دايرين كيقولوا تنطلبوا بالحقوق ديالنا بطريقه سلميه، واذا به بقدره قادر منين تسدات على المسؤولين ديال العمالات سيدي سليمان، منين تسدات عليهم الطريق باش يقدروا يبزوا على الشركه تلتزم، ياك ما تيخافوا من المسؤولين ديالها، ياك ما مستقويين علينا بالاجنبي، شكون اللي سال عندهم؟ هو العروبي ذاك البدوي الضعيف اراد لبسوه تهمه. شنو هي؟ اهانه موظف. داروا اهانه موظف. داروا اهانه موظف اثناء المزاوله ديال العمل ديالو. بحال الشكل الاهانه؟ واحد المقدم، هذا الاولاني، واحد المقدم بدون اسم. بلا اسماء ما نذكرهمش استاذ. واحد المقدم قال بانه شدني من يدي. شدك انت؟ لا، لا، على هذا الولد اللي مشدود الاول. الاول قال بانه شدني في يدي، مشينا طلبناه قلنا له ودي راه ماشي قصدا وما يديرهاش وهذه، قال لك اودي انا راه فاتني هذا الامر، شوفوا مع المسؤول اللي فوق مني. يعني هو بغى يتنازل. هو بغى يتنازل، قال لك شوفوا مع المسؤول اللي فوق مني. مشينا لعند المسؤول اللي فوق منه، قال لك اودي هذا الشيء فاتني، راه العماله هي اللي مكلفه به. هكذا قيل لك انت؟ قيل لي كيقولوا شخصيا هذا الامر. هذا الغريب في الامر استاذ، ان الشخص ما كيدعيش بانه تضرب ولا شي حاجه، غير الفيستا تقطعت فيها 20 يوم ديال ليكزومبسيون. ولو كنت تشوف هذا الشخص هذا اللي كيدعي بانه تعرض لهذا العنف هذا، اقسم بالله الا يشكل اربعه د الخطرات الهيكل ديال ذاك الوليد اللي دابا مشدود ضعيف هذاك والاخر ما شاء الله. وطلبناه ولكن فهمنا بانه، ولكن اسمح لي شكون اللي مزق له عاوتاني الفيستا؟ هذاك الولد هو تيقول الولد قطع لي، تيقول الولد قطع لي الفيستا ديالي. واش بالله عليك ملي غادي تكون غادي وعارف راسك في وسط المخزن غادي تجرأ؟ راه المغرب ديال 2022. اذا انت كتقول ما مزقلوش. انا تنقول، ولكن تنقول ما حضرتش باش نقول واش هو قطع له ولا ما قطعلوش. تنقول بان هذه الواقعه هذه تخيطات لينا، مادام ان المسؤولين ديال سيدي سليمان ما قدروش يزيروا الفيرما والمسؤول ديال الفيرما اللي هو الاجنبي باش يوفى بالالتزامات ديالو، لقاونا حنا هما الحلقه الاضعف، اللهم دخلهم في اي غلطه لبس لهم تهمه وصيفتهم. طيب التهم الاخرى؟ هذا الاول دخل بهذه التهمه. الغريب في الامر هو انه تلقاو عاوتاني القائد ديال قياده بومعيز بسيدي سليمان، هو ورئيس الدائره ديال سيدي سليمان، نفس الحل اللي غادي يرتئوه باش يفكوا عليهم الخناق
لان حنا حطيناهم قدام الامر الواقع، بغينا نعرفوا شكون مول الفيرما، واش كاين بالفعل شي اجنبي ولا غير شي حد اللي داير السميه ديال اجنبي باش يقدر يكون هذا مول الفيرما ماشي اجنبي. ما عرف دابا شنو كنطراو، كل خطره تيجينا واحد وتيقول لك انا الممثل القانوني. ها انت استاذ هنا عندنا محضر درناه عند رئيس الدائره، تيحضروا معنا هنايا اشخاص ويفرض علينا، يفرض علينا ان اي واحد جا قال السلام عليكم انا مول الفيرما نقولوا له بسم الله ويجلسونا معاه ويديروا معنا المحاضر. هنايا في 15/4 عندي جوج محاضر من هذو، كاين واحد في 15/4 وكاين واحد في 15/5. كل خطره تيجيبوا لك مسير، هنا كاين امين الحميوي، كاين المحضر الاخر كاين فيه واحد الحاج، الحاج اخر هو اللي كان مسير القانوني. ولكن اللي غنكتشفوا حنا الصدمه ديالنا هو منين نجيبوا الستاتيو ديال شكون كيقول المسير القانوني، فين كيكون؟ تيكون هذا في الستاتيو، الستاتيو تيقول لك هنايا ها الاسم ديال المسير ما نذكروش ولكن غنخليك تطالع عليه، هذا اسم ديال اجنبي. اذا انا الا بغيت ناخذ الوكاله باش نقدم شكايه ضد هاد الناس هادو شنو خصني نكون؟ خصني ناخذ مثلا وكاله من الممثل القانوني. صحيح. هادشي الا ما كانش هو يا بعيد. انا ناخذ الممثل، تتلقى اللي عاطي الوكاله. حنا دابا هنا شاكي بينا واحد المسمى رقم واحد، لان ما عنديش الحق باش نقول سميه. مشكي بينا واحد العامل بالضيعه تيقول لك انا الممثل القانوني. وفي المحاضر ديال الدرك تيتصنتوا له على انه الممثل القانوني. من بعد بقدرتي قادر منين بدينا نزيروا معهم شويه الحبل. ولكن اللي كان نحمد الله ونشكروا عليه هو الحضور ديال السيد وكيل الملك المحكمه ديال الابتدائيه سيدي سليمان، غير علينا الشيء الكثير. ايجابا ولا سلبا؟ ايجابا ايجابا، واخا معتقلين الدراري ديالنا دابا ما غاديش نقولوا علاش الخطا، تحيد علينا واحد الحيف. كنا نقدم لابسط الاشياء ولاتفه الاشياء. اي واحد مشى بغى يقول الخدمه ولا هذاك تيقولوا لك التقديم، ولكن الغريب في الامر هو كل نهار تيجيك مغربي تينوب على النصراني اللي عمرنا ما شناه الى يومنا. لا من جمله الحوايج السي سعيد اللي ترى انتباهي هو ديك السياره، كنت وريتيني واحد الصوره قبل ما نبداو ديال السياره والباب مفتوح. هذاك السيد تيقول انا المسير القانوني في محاضر ديال الضابطه القضائيه، بناء عليها باش بدات الشكايه. واحد شويه من الجزائر على من قنب ولا جايب لينا وكاله من عند من جايب الوكاله، ماشي من عند المسير القانوني لشركه دي بي نور اللي هو اجنبي، لا جايبها من عند واحد اخر اللي عنده كيقول واش نقدر نقول الناس في الاسم. لا بلاش، لا داعي لاساسي حيت القضاء هو اللي غيبت. لا جايب لنا مغربي، عاطي المغربي الوكاله على شركه اللي كيسيرها المسير القانوني ديالها هو اجنبي. وهذاك الباب مفتوح والطنابل ما زادتش، علاش؟ هذاك السيد لا يمكن لك تعاودها حيت انا غندوزو الفيديو بلا ما تقلب عليها، عين لقطه واحد اللحظه الباب مفتوح. الباب مفتوح، هذاك السيد جايباني على اساس باش يدار لنا محضر للسكينه انكم تعرضتوا له، اننا تعرضنا له حيت الباب مفتوح وما بغاش يدخل. الباب مفتوح وبغاش يدخل لان في الكيد ديالو، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. منين وصل للباب الناس تفرقات، تفضل اسيدي الا بغيتي تسقيك انت غير عامل دخل تسقي الضيعه ديالك. ما بغاش يدخل لان ما اكتملتلوش الخطه، هو واللي فكروا له فيها ما اكتملتلو شيء تيدخل. ولكن الغريب في الامر هو ان الاعتقالات ديال هاد الدراري، وبالنسبه للصوره اللي دايرينها في المحضر ديال الضابطه القضائيه كتشير للتاريخ ديال 28/3. كيفاش؟ المحاضر، الصور الفوتوغرافيه، اللوحه ديال الصور اللي هي قدامكم هذه 28/3 28/3 مارس. الفيديو اللي كنعطيكم حنا في 28/3 الا كان ممكن واش نطلقوه. مرحبا. لا مرحبا، كاينش مشكل. الفيديو ديال 28/3 هاش تيقول هذاك هو انت كتهضر؟ هذا انا تنهضر باش ما يركبوش للساكنه ديال الدوار ديالي لفقوا لهم تهمه. ما بغاش الطنوبيله تزيد، ما بغاش هو يزيد، والباب مفتوح وغادي ينتظر باش يجي الدار كيقلعوا باش يدخل.
هي المرأة كتقول دخل تسقي. دخل تسقي بمعنى حنا ما بغيناش الاذى لديك الفيرما، بغيناها تسقى. ها هو جا دار اللي مشى عنده، مشى باش يقنعو، كيقول له حيد. شنو قال له؟ واش قال سيدي تما؟ دار كي وقف تما باش يسجل بانه كاين عرقله اولا ما كاينش عرقله. ها هو الباب محلول وما بغاش يدخل. اذا داكشي اللي كان متفق عليه مسبقا هو ورجال ديال السلطه المحليه ما تمشى. هذا اللي يهضر بالضبط هو المعتقل رقم واحد. هذا حبس بلاتي سي سعيد، هذا اللي قال هذا الولد اللي الصوت ديالو قال له خليه يدخل. مشدود دابا، مشدود دابا. علاش؟ تهمة العرقلة بصورة فوتوغرافية ترجع لنفس التاريخ اللي كيقول فيها دخل تسقي، مدير ليه العرقلة بناء على صورة فوتوغرافية ديال كاميرا أخرى ديال 28/3 يبعد فيها عن عن باب ديال الضيعة بكثر من 200 متر. كيفاش السي سعيد؟ على القانون ديال الوضع ديال الكاميرات ديال المراقبة. واش تيسمح ليهم واش تيديروه في الباب ديال الضيعة ديالهم مباشرة ولا كيديروه على 200 وزيادة المتر في الطريق؟ ما عندهمش الحق. طيب سي سعيد، واحد الإشارة كانت قبيلة مهمة، بغينا كيفاش 122 قطار شي وزير ما وزيرش؟ هاد نرجع لك بعدا الالتزام ديالهم. حنا ماشي جينا تبلينا عليهم وقلنا بغينا يخدمونا. حنا شركاء معاهم، عطيناهم الارض مقابل سومه كرائيه. شحال داروا سنويا؟ 5000 درهم للهكتار. 5000 درهم الشهر؟ 5000 درهم للهكتار سنويا. 5000 درهم في العام؟ في العام للهكتار الواحد. حنا كاري لهم 456، واحد القدر ديال الفلوس اللي غادي يبان لك انتيا. لا هذه خصها تعاود. 5000 درهم في العام؟ 5000 درهم للعام. كاين مناطق اللي كتكري ب 10000 وصح. وحنا بقدره قادر اللي عندنا اكبر فرشه مائيه في المغرب تنكريو ب 5000 درهم. فهذه وال 122 قطار اللي قالوا لنا عند شي مسؤول كبير هي ديال تويرسه. نتمنى من هنا السيد العامل الا كان كيسمعني يقول لنا لمن مشات ل 122 قطار. ارض سلاليه؟ هذه ارض سلاليه. ولكن باش عرفتي انت غدا شي مسؤول؟ النائب ديال الجماعه السلاليه الوقت اللي كان كيهضر معنا ومع الناس ديال الدوار قال لك اودي راه تفرض عليا داخل العماله باش ندوزها لواحد السيد. دابا شكون كيستغلها دابا؟ حنا ما عارفينش، تيقولوا هما جلوبال بريستيج، ولكن المهم هو الاسماء. كيف ما وقع عندنا في بلايص اخرين، ملي كتبدا تتقلب ملي كتهبش تتجبد حنش، هذا هو اللي كنقولوا بالعربيه. منين تنبداو نقلبوا تلقاو عائلات يا اما ولادهم يا اما نسابهم هما اللي شادينا، ولكن المواطن العادي كيفاش يدير وصل لديك النتيجه؟ طيب سي سعيد، ختام هذه الحلقه كلمه اخيره. انا كنتمنى من السيد وكيل الملك هو انه الجلسه نهار الاثنين، الجلسه نهار الاثنين هذه اقسم بالله العظيم. اسمح لي يا سي سعيد، باش دار لهم ملف الضم ولا كل واحد كيتحاكم بوحدو؟ لا غادي يتحاكموا كاملين نهار الاثنين يمكن. اذا الملف واحد، ملف واحد الى المحكمه وحده. سي سليمان، المحكمه الابتدائيه بسيدي سليمان. معتقلين باربعه؟ معتقلين باربعه. شكون مزوجين؟ مزوجين، وكاين اللي عنده اربعه خمسه د الاولاد، ما عنده لا حنين لا رحيم. بداوي من لاكارت ناسيونال ديالو اش بقى ليه؟ بقات ليه غير عروبي، اما الفلاح مشات له الدوله والارض صرفوها بيناتهم. بقات ليه غير عروبي، مشات الغنم، مشى البقر، مشى الدجاج، ولينا شوماج. عروبيه فلاحه كيقولوا مع وقف التنفيذ. مع وقف التنفيذ. كلمه في حق الاخيره نخلي لك انت. اللي تنطلب هو ان هاد الناس هادو حنا شركاء معاهم، باش السيد وكيل الملك يعرف هاد الناس راه ماشي الارض ديالهم وحنا جينا تبلينا عليهم. هما شرطوا على راسهم في عقد كان مفروض انه يتلغى. كون كان عندنا مسؤولين اللي كيخافوا على المواطنين على الرعايه صاحب الجلاله، اقسم بالله الا كانوا غادي يلغيو هاد العقد هذا، لانه ماشي استثمار، ما كيشكل حتى شي رافعه بالنسبه لديك السكينه، ما نفعنا به. سيد وكيل الملك اقسم بالله العلي العظيم الا مستعد انا نتعتقل في بلاصه دوك الوليدات. فقط اللي كنطلبوك هو انك تراعي بانه كاين مسؤولين عندهم مصالح في هذا الموضوع هذا، وكاين رجال سلطه اللي كيدخلوا لديك الفيرما. وسول القايد
واش يدخل الفيرما ولا ما كيدخلهاش. لا يقدر يكون كيدخل في اطار خدمته غير يجاوب السيد وكيل الملك. انا كنتمنى السيد وكيل الملك تحجز على الملفات على دفاتر ديال الدخول للضيعه وغادي تعرف العدد ديال المسؤولين. انا كنتوفر على حجاج فوق الحزه غادي نجبدهم. غير بغيت السيد وكيل الملك الا بغيتي تعرف الحقيقه ديال اش واقع وهاد التلفيق ديال التهم اللي كتلفق لهاد الوليدات هادو وما يعرفوش يجاوبوا عليها يذبحوا راسهم بيديهم. شوف الدفتر اللي كاين في الباب اللي كيدخلوا فيه المسؤولين وكيترقموا جميع الوان ديال السلطه كتدخل تما واخرهم ما نشر بجريده ديال في صفحه ديال الفيسبوك المطالبه بزياره ملكيه عاجله لسيدي سليمان. غادي تلقى بان كاين منشور واحد المقدم تيرافقوه بعض المقدمين اخرين تياخذوا الفاكهه من تما من الدوار وكاين اشهاد ديال هاد الناس اللي نشروا وكاين اشهاد ديال الناس اللي عمال داخل الضيعه بانهم هاد الناس هادو كيجيو ياخذوا المقابل. حنا راه ضحيه ديال فبركه ديال هاد التهم لان ما لقاوش الحل بالطريقه باش يزيروا الضيعه ويتخاصموا مع مولاه واللي اجنبي غلبوا علينا حنا اللي ضعف. والحل الوحيد كان عندهم هو انهم يدوزوا لنا لهاد القضيه ديال اهانه موظف باش يدرقوا على كلشي. سي سعيد في نهايه هذه الحلقه طبعا كيبقى هذه في غياب الروايه الاخرى حنا كنتوجهوا للمتتبعات واي طرف او اي واحد معني بهذا النقاش فالموقع مفتوح له مرحبا بحق الرد ما كنصادروا راي حتى شي واحد. سي سعيد غير واحد النقطه مهمه جدا مادام كنهضروا على المخطط الاخضر تار لغات كبير وكبير جدا بغيت نستفد حتى من تجربتك ومن خبرتك واحد النقطه واش ما كتبان لكش غريبه الاطوار. دابا هضرنا على الدعم المقدم في اطار المخطط الاخضر للفلاحين وانت قلتي مبلغ واش 2000 مليار خذها السيد ولا 200 مليار ولا ما كيهمناش جوج المليار 100 مليار 5 درهم ما كيهمناش. بغيت غير شي راي ديالك ونختم بهذه الحلقه. ما الذي يمنع اللي كان داك شي قانوني وشرعي شنو كيمنع تنشر لائحه شكون خذ الفلوس الدعم هذا مليون وسدوا هذا الفوام. علاش كاين تستر على لائحه المستفيدين من الدعم لحد الساعه من المخطط الاخضر؟ كاين تستر لان ما بني على باطل فهو باطل. اللي غادي يوقف باش يدافع على هذه المشاريع بحال قلت تيقلبوا على المصالح الخاصه ديالهم تينتعشوا من هذه المشاريع كوفيش تيقلبوا على فين ما كان الماء العاكر ما يقدروش يصطادوا في الماء صافي خصهم ماء عاكر. اي حاجه غادي توفر اللي يمدوا فيها في يديهم او لا شي واحد غادي ياخذ شي حاجه اللي ما من حقو شيء وتتوصلوا ليها راه ماشي ولا بد في الرشوه هي تلقاك شاد 200 درهم معلقه ونصوروها لك بالرقم. راه غير الا استفدتي من شي حاجه اللي ما من حقك شيء. انت يا جاي من اغنياء ديال اوروبا خديتي الدعم في المغرب والفلاح المغربي مسكين تالف. حنايا هاد الناس هادو علاش تلوموا عليهم هاد 456 هكتار و1000 هكتار للاشاره سيد العامل. الارض اللي كتكرى دابا كتسيج ما كاين لا ورقه ديال الاشهار لا اشنو وقع تما الاول كل شيء تيمشي ظلام. 500 هكتار دابا تتسيج ما كاين حتى ورقه تتفيد بها ارض ديال جماعه السلاليه. صاحب الجلاله هاد الناس هادو الوقت اللي علموا لك بانك بغيتي تملك الارض لهاد الفلاحه الصغار اشنو ناضوا تيتسابقوا مع القرار ديال صاحب الجلاله تيتسابقوا مع الرؤيه ديال صاحب الجلاله. ما كان غير دوز في الظلام. دازت 122 غطار دازت 456 هكتار دازت دابا 500 غطار اش غادي يخليونا صاحب الجلاله؟ راه الوقت اللي غادي توصل باش تاخذ القرار ديالك ما تلقاش الارض ما لقاوش الارض. كنشكرك السي سعيد بزاف ونتمنى نتلاقاوك شي فرصه اخرى باذن الله عز وجل نصر الحق. شكرا سي سعيد. بهذا متتبعات ومتتبعي القناه نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. وجبت اشاره واحده بسيطه جدا اخلاقيه المهنه توجب علينا على اننا يعني نسمعوا لجميع الاطراف وفي اطار هذا الشيء هذا مرحبا اي شخص او اي جهه اعتبرت راسها معنيه بما تلفظ به وما صرح به سي سعيد فالباب ديال الموقع بديل مفتوح. لا نتبنى روايه سي سعيد طبعا للقضاء كلمه الفصل ولكن واجبنا هو هذا نقل هذا الاثار. كنتمنى من عند الله عز وجل ان يفرج على المعتقلين. كنتمنى من عند الله عز وجل ان يفرج على المعتقلين وينصف المتضررون من هذا الملف. كنشكركم والى اللقاء.